أنا شهد زيتون. مثل ما بتعرف إن إحنا مكملين بسلسلتنا سلسلة الأورجان سيستمز، ولكن هذا الفيديو جدا مختلف عن باقي الفيديوهات. باقي الفيديوهات كنت بالبداية أحكي لكم قدي أنجزنا وقدي ضايلنا لقدام، ولكن هذا الفيديو جدا مختلف من ناحية إنه هو نهاية السلسلة هاي وهذا آخر فيديو، ويعز علي الموضوع جدا وتعز علي كلمة إنه هذه هي النهاية. تمام، بهذا الفيديو إن شاء الله رح ناخد آخر أورجان سيستمز اثنين ضايلين علينا، هم عبارة عن السكيليتال سيستم بالإضافة إلى اللي هي الماسكولار سيستم. تمام، هلأ بهذا الفيديو زي ما قلت لكم حناخد سيستمين، والحكم إنه يعني بهدف إنه هم صار أصلاً يعني مش مستاهل إني أنا أفصلهم، وبالإضافة إنه أنا مبارح ما نزلت فيديو، ولكن بما إنه هذا آخر فيديو لإلنا حيكون أطول نوعاً ما، ولكن بدنا نراجع في كل السيستمات القديمة اللي أخذناهم بعدين نرجع لسيستماتنا لليوم. تمام، أخذنا فيما سبق طبعا 9 أورجان سيستمز، وهدول تعون اليوم هم أورجانين سيستمز. فيما سبق أخذنا الدايجستيف سيستم، سيركولاتوري سيستم، ريسبيراتوري سيستم، أميني أند ليمفاتيك سيستم، إكسكريتوري سيستم، إندوكراين سيستم، ريبرودكتيف سيستم، نيرفس سيستم، إنتجومنتوري سيستم، وتوداي وي ويل توك أباوت سكيليتال سيستم أند ماسكولار سيستم. اوكي، خلينا نرجع لاول سيستم الدايجستيف سيستم. بيتكون من 8 من كومبوننتس اللي هم عباره عن الماوث، فارينكس، اسوفاجس، ليفر، بانكرياس، ستومك، انتستينز اند انس. وحكينا دي مين فانكشن فور ذا دايجستيف سيستم از فود بروسيسنج، انكلودز انجيشن، دايجيشن، ابزوربشن اند اليمينيشن. ثاني سيستم اخذناه كان عباره عن السيركيولاتوري سيستم، بيشمل عندنا الهارت والبلد والبلد فيزلز، وحكينا بما انه بيحتوي على بلد فوظيفته انترنال ديستريبيوشن اوف ماتيريالز. ثالث سيستم اخذناه هو عباره عن السيركيولاتوري سيستم، الريسبيراتوري سيستم اللي هو بيشمل عندنا اللانكس والتريكيا اند اذر بريثنج تيوب، ووظيفته الكاز اكسشينج سواء ابتيك اوف اكسجين اور ديسبوزل اوف كربون ديوكسيد. رابع سيستم كان عبارة عن الإميوني أند ليمفاتيك سيستم، وبيشمل عنا حكينا نوعين من الليمف، ليمف نودز وليمف فيزلز، في عنا كمان نوع من الغدد اللي هي الثايمس، وعنا كمان اللي هي السبلين والبون مارو بالإضافة للوايت بلود سيلز. وحكينا بما إنه إميوني أند سو وظيفتها هي عبارة عن البادي ديفنس سواء اللي هي فايتنينج أوف إنفكشنز أور فايتنينج أوف كانسر. خامس سيستم أخذناه كان عبارة عن الإكسكريتور سيستم، بيشمل عنا اللي هي الكيدنيز واليوريثرا، يوريترز and urinary bladder، وحكينا وظيفتهم اللي هو عبارة عن disposal of metabolic waste and the regulation of osmotic balance of blood. تمام، سادس سيستم أخذناه كان عبارة عن الإندوكرين سيستم، بيشمل 3 أنواع من الغدد، باتوتري جلاند، ثيرويد جلاند، بالإضافة للأدرينال جلاند and other hormone secreting glands، وبالإضافة إلى البانكرياس. وحكينا وظيفته coordination of body activities. سابع سيستم أخذناه كان عبارة عن reproductive system، وحكينا المين components هم عبارة عن testes and ovaries and other associated organs، ووظيفته reproduction. ثامن سيستم أخذناه كان عبارة عن nervous system، وحكينا بيشمل عندنا nerves، وبيشمل عندنا brain، spinal cord، بالإضافة للsensory organs. حكينا وظيفته بيتشابه مع endocrine system بأنه coordination of body activities، بالإضافة اللي هي detection of stimulus and formulation of responses to them. تمام، وآخر سيستم أخذناه هو كان عبارة عن السيستم التاسع واللي هو integumentary system، حكينا بيشمل skin and other derivatives، شو هما مشتقاته such as hair, clothes and skin glands. حكينا وظيفته اللي هي protection from protection against mechanical injuries, protection against dehydration, protection against infection، بالإضافة بيساعد بالthermoregulation في عملية التنظيم الحراري تاعت الجسم. اليوم رح ننتقل على الجهاز القبلي الأخير واللي هو السكيليتال سيستم، الجهاز الهيكلي. تمام، طبعا هذا عبارة عن سكيليتون، هو عبارة عن اللي هي الهيكل العظمي، بيشمل عندنا الكارتليج اللي هي الغضروف. هنا طبعا موقع الغضروف أخذناه فيما سبق، الانترفيربل ديسك اللي هي عظمات العمود الفقري كلها بناتها كارتليج مثل ما قالت لنا الدكتورة، بالإضافة للبونز اللي هي العظم. تمام، والتندونز اللي هي الأوتار واللي هي عبارة اللي بتربط الأوتار اللي بتربط العظمة بالعضلة اللي هي bone with muscle، بينما الليجمنتس هي الأوتار اللي بتربط العظمة بالعظمة bone with bone. تمام، طبعا أنا حطيتهم بنفس المكان لصعوبة تحديد مكانهم على الهيكل العظمي، ولكن هم أماكنهم بالضبط يعني مش مختلف عن هيك. تمام، the main functions for the skeletal system هم عبارة عن body support، بيعطي دعامة للجسم، بالإضافة إلى protection of internal organs اللي هي حماية للأعضاء الداخلية، وبساعد بالموفمنت. إذن السكيليتال سيستم بتكون من البونز، بتكون من الكارتليج والتندونز and ligaments، والمين functions هم عبارة عن body support, protection of internal organs and movement. ننتقل على جهازنا الأخير واللي هو عبارة عن muscular system. المسكولر سيستم هو عبارة عن الجهاز العضلي. تمام، بيشمل عندنا skeletal muscles العضلات الهيكلية،
والمين فانكشنز اللي له عبارة عن locomotion, locomotion and other movement اللي هي الحركة, يعني نوع من أنواع الحركة locomotion and other movement اللي هي والحركات الأخرى. إذن muscular system بيشمل عنا skeletal muscles العضلات الهيكلية, والمين فانكشن هي عبارة عن locomotion and other movement. وبالنهاية بدي أحكي لكم, تمر الأيام والساعات ويمضي بنا الزمان, لتدق أجراس الوداعي فنمضي تاركين خلفنا لحظات جميلة, لتبقى ذكرى تكتب على سطور النسيان, تعز علي لحظات الانشغال للخروج إليكم بما قد يفيدكم, فأسأل الله أن لم تكن مضيعة للوقت وأنها لم تكن سوى فائدة وعلم ومعرفة, وإن بقيت على قيد الحياة أرجو لقاءكم مرة أخرى بسلسلة أخرى تعم عليكم بفائدة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.